وجعلت من هذا اليوم درسا يدرس في أكبر الجامعات، لأنه يؤرخ بمناسبة خالدة ألا وهي أم المعاد. أما المكان فهو هذا المكان الذي احتضن هذه المعركة، معركة الجرف، معركة الجرف التي جاءت بعد أن ضيق المستعمر الخناق على القاعدة الشرقية وعلى مناطق أخرى من الوطن، ولكن مناضلي ولاية بسعة مجاهديها وكل طاقاتها الحية أبوا إلا أن يفرجوا عن هؤلاء بمعركة الجرف، معركة الجرف التي أحدثت شرخا في السياسة التي انتهجها المستعمر في هذا الوطن، وجعلته يراجع حساباته. تذكرون كلكم بأن المستعمر كان ينفق قرابة المليار دولار حينها كل يوم بالنسبة للمجهود الحربي، ولكن جاءت معركة الجرف لتبين للجميع بأن هذا المجهود لا يساوي شيء أمام ثلة قليلة، أقول مستضعفة، لأنه آنذاك كانت مستضعفة، لا سلاح كما قال عمي الشريف، لا سلاح، لا زاد، ولا حتى استراتيجية. أوراس تي في، حيث يتجلى الخبر بكل تفاصيله.